حتى القدس لهذا الأسبوع. في فلسطين قضيتي، بعد صعود اليمين المتطرف وعودة نتنياهو إلى الحكم، ما هي سبل المواجهة على الساحة الفلسطينية في الميدان والسياسة؟ على طريق القدس، الجيل الفلسطيني المقاوم في العصر الرقمي، من الفضاء الافتراضي إلى الحرب الإلكترونية، الإمكانات والفعالية. في فلسطين هويتي، منتجات نسائنا، معرض بهوية تراثية لنساء رائدات في غزة. وحتى الحرية، بلال أبو غانم. حتى القدس يأتيكم الخميس الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.